يلعب طبعا امام ومكان الحارس ديار الحارس الدولي اللي موجود في الاعتياد بطل يعيدها من حيث جاءت والهدف يا سلام بالصدر يا تياغو فرجة ومتعة في هذه المباراة بالصدر أنصار الجماهير تتفاعل مع هذه المباراة وبيب غارديولا مرتاح كثير واضح كل اللاعبين مرتاحين شوف اللعب تأتيه الكرة من بواتونغ على الجهة اليسرى وبالصدر يا سلام على المتعة يا سلام على الفرجة من أجمل الأهداف صراحة يعني اللاعب اللي يكون يعني مركز تركيز جيد ومتحرر من كل العقود شوف